السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أثارت رقصة البطريقي التي أداها أشرف حكيمي مدافع منتخب المغرب خلال مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الستة عشر، وانبرى أشرف حكيمي لتسديد ركلة الحسم للمنتخب المغربي، إذ نجح في تسجيلها ببراعة على طريقة بانينكا، ثم وقف عند منطقة الجزاء ورقص بطريقة تشبه سير البطريقي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سابقة بين حكيمي وزميله الإسباني سيرجيو راموس في إحدى مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما يرقصان بالطريقة ذاتها قبل أن يكررها حكيمي أمس منفردا. وبدا أن حكيمي يريد تقديم الدعم لزميله سيرجيو راموس الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي اختارها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في المونديال، خاصة وأن المدافع المغربي غرد في وقت سابق راموس أفضل مدافع بالعالم. وسلطت الجماهير الضوء على هذه الرقصة والتي تؤكد العلاقة القوية بين راموس وحكيمي، ولم يشارك راموس البالغ 36 عاماً الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي باريس سان جيرمان مع منتخب إسبانيا في مونديال قطر لعدم استدعائه لأسباب فنية. ويعد راموس أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإسبانية وأحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق بطولتين متتاليتين في كأس أمم أوروبا في العامين 2008 و2012 ولقب مونديال 2010.